الله مكانكم خالي ومشتاق لكم كل اللي زاروا أرمينيا واصطحبناهم. أصدقائي الأعزاء، بعد انقطاع دائم تقريبا 5 شهر بسبب وباء كورونا، اليوم زرنا بحيرة سيوان وحبيت أصور لكم هذا المشهد من داخل البحيرة. درجة الحرارة 24 درجة الآن في بحيرة سيوان، يعني شوية جو حار نعتبرها، فحبينا نسبح. وما ردكم تنحرمون من هذا المشهد، فسويت لكم هذا الفيديو القصير. استمتعوا بالمشهد.